شكرا معلقنا الكابتن ايهاب رجب. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 35-22 في مباراه الحقيقه تسيدها النادي الاهلي كما تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي منذ البدايه الى النهايه. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي البنك الاهلي. كابتن يحيى، يمكن الشوط الثاني كان استكمال للعرض اللي قدمناه في الشوط الاول، ولكن كنا افضل شويه. والله الشوط الثاني كابتن طارق عمل تغييرات بنزول طبعا لاشين مكان محسن رمضان في الباك رايت، بدا المباراه طبعا بحميد برده في حراسه المرمى، احمد راضي هو بيلعب بلاي ميكر او سنتر هاف، بس هو حطه في الوينج ليفت مكان سيسا لعب، ونزل فيصل مكان الجزيري. طب خلينا كابتن استاذن حضرتك نستكمل يعني كلام حضرتك الفني الحقيقه اللي بيوضح لنا ايه اللي تم في الشوط الثاني، بس خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاءات مهمه مع اللاعبين والجهاز الفني. اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بنبارك اكيد النهارده لرجال كره اليد بالنادي الاهلي، مجهود اكثر من رائع الحقيقه، وبنتمنى ان شاء الله الاستمراريه بهذا الشكل وهذا الاداء. انا معايا الحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن مصطفى خليل اللي برحب بيه في البدايه، مجهود كبير الحقيقه كابتن مصطفى بالنسبه للمباراه وبالنسبه للتحضير، لكن بشكل عام شايف الموسم ازاي من البدايه؟ المنافسه عامله ازاي؟ هل في اختلاف عن المواسم الماضيه بالنسبه لقوه المنافسه النهارده ولا لا؟ اهلا بيك. طبعا في الاول الحمد لله على المكسب، وبشكر الجهاز والفرقه بتاعتنا على الروح وعلى الاداء وكل الحاجات دي. طبعا بالنسبه للمنافسه، المنافسه كده كده طبعا قويه، في فرق كتيره قويه، نادي الزمالك، نادي الجيش، نادي سبورتنج، فكده كده الدوري ولا بيخلص من اول ماتش ولا بيخلص في نص الموسم ولا اي حاجه، فاحنا كده كده مكملين ادائنا روحنا وان شاء الله نكسب يعني. خلينا من الخبرات الكبيره الحقيقه في كره اليد وليس للنادي الاهلي، دورك مهم زي دور اسلام الحقيقه كقائد للفريق، عندنا توليفه مميزه، عندنا شباب وعندنا خبره وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى، شايف التوليفه دي مساعدانا ازاي الفتره دي يا مصطفى؟ هي التوليفه طبعا من احسن التوليفات اللي موجوده، ودي مساعدانا دلوقتي انت بتجمع بين الخبره والشباب، الخبره ان هم بيقودوا الناس اللي معاهم بينقلوا خبراتهم ليهم، والشباب اللي هو الحماس والسرعه والكلام ده كله، وفي نفس الوقت حاجه كويسه للمستقبل للنادي الاهلي والهاندبول عامه في النادي الاهلي. اضافه مميزه الحقيقه كابتن اشرف عواد ان هو يكون متواجد في الجهاز مع الخبرات الكبيره للكابتن طارق محروس، الجهاز الفني وتحضيره بيبقى لكم ازاي؟ والجانب النفسي مهم جدا يا مصطفى لان بيأثر بشكل كبير جدا مع اللعب. طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن طارق وكابتن اشرف بعد اخر تعادل مع نادي سبورتنج عرفوا يلموا الناس ويأزروهم ويعلوا روحهم المعنويه، وده من النهارده الماتش الحمد لله عملنا سكور جامد وعرفنا نأدي اداء اللي هو المفروض الطبيعي بتاعنا يعني، فكان ليهم دور كبير طبعا. سألتك ايه الجمهورنا اللي بيساند وبيدعم ومنتظر منكم كتير جدا الفتره الجايه من الصفه، لكن هو التوفيق ان شاء الله بيبقى معانا، الامور بتختلف، حابب تقولي لكل جمهور النادي؟ بقول للجمهور يعني خليكم معانا وساندونا، واحنا ان شاء الله مش هنقصر وهنعمل اللي نقدر عليه ونساعدكم ان شاء الله. شكرا شكرا. بنشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه مصطفى خليل على هذه التصريحات، مجهود اكتر من رائع الحقيقه كابتن هيثم، بنتمنى ان شاء الله باذن الله استمراريه فريق النادي الاهلي وكل الحقيقه العاب مختلفه، الطائره، كره السله، كره اليد، ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات، ومنها ان شاء الله الحفاظ والتتويج على لقب بطوله الدوري. لكن في هذه اللحظات عوده الاستوديو من جديد والكابتن هيثم السعيد. كريم احمد، شكرا جزيلا، لقاء مع كابتن مصطفى خليل من ارض الملعب، بشكرك على هذا اللقاء. كابتن يحيى، يمكن معلش هنروح للملعب لان طبعا مهم جدا نقرب من اللعيبه ونعرف ارائهم، وخلينا نروح تاني لنورهان طمان ولقاء مهم واستكمال اللقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفضلي نورهان. يا مساء الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، طبعا بنبارك للنادي الأهلي فوزه المستحق على البنك الأهلي النهاردة، وإحنا هنا من أهلي الجزيرة طبعا معانا عبد الرحمن حميد أحد نجوم المباراة وحارس مرمى الفريق. مبروك يا عبد الرحمن، ويعني كلمنا النهاردة عن الماتش. الله يبارك فيكي. طبعا الماتش كان كويس، تجهيز كويس اول الفتره الجايه، ماتشات مهمه، لعب الجيش، لعب الزمالك، كنا الدور الاول خلص ونلعبهم تاني. فرقه البنك الاهلي فرقه كويسه، او اي فرقه بتخش السته الكبار يبقى فرقه كويسه، احنا الحمد لله بدانا من الاول جامد، فالماتش مش سهل الحمد لله. انت النهارده ما كنتش حارس مرمى بس، احنا شفناك سجلت، يعني دور حارس المرمى في كره اليد مختلف كتير عن العاب عن اخرى، كلمنا. لا طبعا زي ما انت تقولي الجون هنا يعني ممكن يبقى 70% من الفريق، انت لو الجون بتاع الفرقه شايل ومركز هيفرق جدا مع الفرقه، هيمنع الاجوان انها تخش وتبقى سهل، ومدي ثقه للفرقه ان هي تفرق وان الماتش يبقى سهل بس. فالحمد لله ان ربنا كرم النهارده. انت من ابناء النادي الاهلي، ازاي بتتعامل مع فكره انه يعني احيانا بيبقى الناشئ او اللاعب الصغير بيبقى عايز يخرج من الاطار ده، ان هو يبقى بيتعامل عن هو لاعب فريق اول، صح كده؟ كلمنا بقى عن التحول ده في حياتك. لا انا الحمد لله بقى لي يعني يعتبر 3 سنين مع الفريق الاول، وانا دلوقتي عندي 22 سنه او يعني بقى لي 4 سنين كمان،
فدي فرقت معايا ان انا من وانا صغير كنت بطلع معاهم، فتعودت عليهم وتعودوا عليا، وبقى الموضوع بالنسبه لي اسهل من ان انا اطلع اول سنه كده جديده عليهم يعني. ففعلا هي بتفرق، والحمد لله وجودي معاهم من بدري ده فرق معايا كتير يعني. انا عارفه ان انت كنت بتلعب كوره. صح. طيب يعني طبعا بنبارك لك يا عبد الرحمن، وان شاء الله في مزيد من النجاحات وتفوق مع النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا. ده كان لقائنا مع عبد الرحمن حميد بعد طبعا فوز النادي الاهلي على البنك الاهلي. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. برهان طمان زميلتنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه عبد الرحمن حميد النهارده كان نجم اللقاء الحقيقه بدون يعني منازع، اداء جيد في ستابيليتي في الملعب حاجه ما شاء الله. وشفنا يعني دعم عبد الرحمن طه ليه برضو في ارض الملعب، وازاي كان بيوجهه يعني في روح كويسه جدا بين حراس الملعب. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد واستكمالا للقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفضل يا كريم. بجد التحيه لك من جديد كابتن هيثم السعيد. انا معايا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه عمر كاستيلو، برحب بيه النهارده. عمر مبروك النهارده الفوز بالنسبه للمباراه، اداؤكم اكثر من رائع الحقيقه مع فريق النادي الاهلي، لكن احنا بينقصنا التوفيق. لو معانا التوفيق الحمد لله بنكسب. حابب تقولي النهارده على الجيم وشايف الاداء النهارده ازاي؟ طبعا الحمد لله. اول حاجه الله يبارك فيك كريم، برحب طبعا بكابتن هيثم وجمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. الحمد لله طبعا على اداء النهارده، مكسب محترم قدام فرقه محترمه فرقه البنك الاهلي. ادينا كل فرقه، ادينا الفرقه النهارده احترامها، ادينا بشكل كويس. ما شايفين السكور كان كويس، بنحاول احنا بنبقى كل ماتش احسن من الثاني عشان ربنا يكرمنا وان شاء الله نكسب يعني. كل مباراه بيبقى لها ظروفها، مش معنى ان احنا تعادلنا مع سبورتنج يمكن الاداء النهارده السكور كبير وواضح ان في تركيز كبير، لكن الدور ده كان مهم بالنسبه لكم بالنسبه للجهاز الفني. الجهاز الفني اتكلم معاكم ازاي عشان نقدر نتخطى التعادل في المباراه اللي فاتت؟ لا هو بعد ماتش سبورتنج خلاص ماتش خلص تعادل، ماتش مش هيرجع ثاني، فخلاص مش هنبدا نفكر فيه كتير او ما نركزش فيه كتير عشان ما نقعش بعد كده. الماتشات دايما بتبقى اللي بعديها بتبقى اهم يعني، عندنا البنك الاهلي النهارده، عندنا الجيش، عندنا الزمالك، فالماتشات دايما بتبقى اللي بعديها اهم. اتكلمنا ان احنا نركز في الماتش النهارده، خلاص نسينا ماتش سبورتنج، صححنا اخطائنا فيه، ما نسيناهوش اللي هو خلاص مالوش لازمه، لا بالعكس صححنا اخطائنا اللي كانت موجوده عشان ما تحصلش النهارده، بنقللها، مفيش حد ما بيغلطش، الاخطاء لازم تقل شويه عشان ما يحصلش زي ما حصل في ماتش سبورتنج. هو ده اللي اتكلمنا فيه، اتكلمنا ان احنا لازم نجهز نفسيا كويس للماتش دوت او نكمل الدوري، ما ينفعش نقف عند نقطه معينه. من المميزات ان ما بيغيب من عندنا حد، ما بنحسش بان في غيابات، عندنا قيمه كبيره الحقيقه اسلام وغيره طبعا غايبين عن الفريق، لكن هي دي ميزه النادي الاهلي اكيد. طبعا غياب كابتن اسلام غياب مؤثر، بس خلاص احنا بنقول طبعا الاهلي بمن حضر، فكابتن اسلام طبعا ربنا يرجعه بالسلامه. وجوده مهم للفرقه ككابتن فرقه وكراجل كبير في الملعب، كبير جوه الفرقه، بس خلاص مش هنقف عند كابتن اسلام يعني. كابتن اسلام المفروض ان يبقى في بدائل جاهزه او ناس موجوده جاهزه انها تؤدي الدور واحسن كمان. ده هو دوت اللي احنا اتعلمناه وتربينا عليه، ان احنا كلنا ايا كان مين اللي موجود لازم يلعب ويؤدي بنفس الجديه، سواء كابتن اسلام موجود او مش موجود، اي حد فينا مش كابتن اسلام لوحده، انا كابتن ابراهيم مصري، اي حد كبير كعادل، اي حد موجود في الملعب او مش موجود في الملعب لازم الموجود يؤدي بشكل كويس يعني. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي منتظر منكم ان شاء الله كل البطولات اللي جايه مع المجهود الكبير اللي بتبذلوه، مساندتهم مهمه جدا عمر ليكم، حابب تقول لكل جمهور النادي؟ طبعا لا بشكرهم طبعا على مساندتهم، وبتمنى ان هم يكملوا في كده مساندتنا ودعمنا، وبوعدهم ان احنا بنبذل اقصى قوه عندنا، ما حدش فينا بيأثر خالص في حاجه، كل واحد بيعمل دوره وبيعمل اللي مطلوب منه او اللي بيطلبه الجهاز الفني عشان نقدر نكسب، ما بنأثرش في حاجه، فنطلب منهم بس الدعم والمسانده، وطبعا نفسنا يبقوا موجودين تاني في المدرجات يعني، حاجه هتبقى فرحنا احنا وتبسطنا. حبيبي شكرا. بنشكر اكيد عمر كاستيلو احد نجوم فريق النادي الاهلي، فوز كان مهم جدا النهارده بالتاكيد يا كابتن هيثم، مع كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون المباريات اصعب مع توالي المباريات والقرب بقى بشكل كبير جدا من المرحله النهائيه في بطوله الدوري، لكن ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكابتن طارق محروس، كابتن اشرف عواد، كل اللاعبين ان شاء الله باذن الله، ويستمر النادي الاهلي بادائه واصراره واخلاصه الكبير، ونقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجع من جديد بطوله الدوري اللي تكون داخل دولاب بطولات النادي الاهلي. زميلنا كريم احمد من صاله الامير عبد الله الفيصل بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خليني اقول لكم يعني ان اللعيبه كلها بتتكلم نفس اللغه، محتاجين دعم الجمهور، محتاجين الجمهور يقف جنبنا، احنا بنعمل اللي علينا يعني، والله كل كلام اللعيبه منصب ان هدفهم اسعاد الجماهير. كل الدعم ليكم ان شاء الله، وربنا يفرحنا بطوله الدوري معاكم باذن الله. كابتن يحيى اجل حضرتك، انا اسف قطعتك في تحليلك الفني، استاذن حضرتك يعني ايه اللي سبب طفره التغييرات اللي تمت في الشوط الثاني؟ هو كابتن طارق طبعا بدايه الشوط الثاني دي اكيد طبعا بين الشوطين كلمهم وكده ان احنا كان في اخطاء في الدفاع وكده، وكان هو ده الاساس ان كان السكور في بدايه الشوط الاولاني كان ماشي جون بجون او كان قريب يعني. وكمان كابتن طارق اكيد اعتقد يعني ان بين الشوطين قال لهم ان الشوط الثاني هنشتغل على السرعه، يعني احنا هندافع جامد جدا ونجري السرعه، وده اللي فرق كتير جدا حتى التغييرات. انت حاسس الدفاع اتحسن في الشوط الثاني يا كابتن؟
الدفاع بتاعنا. انت حاسس كده؟ شويه طبعا، مع ان كابتن طارق مغير الفريق في الحته اللي في النص، يعني كان مثلا بيدافع فيها المصري وكان فيصل وكان الجزيري، لا هو غير كمان ونزل سيف ياسر سيف ونزل نعمان في الاثنين اللي في النص يعني، وخد وقت طويل وخد وقت كبير. هو الاثنين دولت لعبوا في الشوط الثاني اخر ربع ساعه في طريقه الدفاع يعني بتاعته يعني. بس الدفاع طبعا اتحسن لوقت ما، بس هو المفروض احسن من كده، ان انا المفروض موضوع التثبيت ده، موضوع ان الكوره ما تفتيش كتير، ده هو ده كان كان مشكلته في الشوط الاولاني. اعتقد الكابتن طارق هيشتغل على الكلام ده اصلا الفتره الجايه، بحيث ان هو عنده ماتش الخميس الجاي مع الجيش وعنده يوم الاثنين الجاي مع الزمالك، فاكيد طبعا الاكيد كابتن طارق بيقعد معاهم بعد كل ماتش كمان، يعني ان هو بيتكلم معاهم، ان هو كان عامل معاهم كلام او قعد اول امبارح بيتكلم معاهم على ان ماتش موضوع سبورت ده خلاص ننساه، ده الطبيعي يعني ده رياضه، فلازم خلاص لازم استمر في الشغل بتاعي، بحيث ان احنا الدوري لسه طويل، احنا لسه عندنا الدور الاولاني لسه الدور الثاني وعندنا لسه دورات مجمعه، فاكيد في شغل كتير بيتعمل، وافيد اكيد كل فرقه فيها اخطاء ولازم بتتصلح مع الوقت طبعا، مع الشغل طبعا مع المدير الفني يعني. الشوط الثاني انا شايفه من 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 الناحيه الهجوميه كانت كويس جدا، هم كانوا بيدافعوا بصراحه، والنهارده حميد عمل ماتش هايل، كان بيصد، هم كانوا طبعا البنك الاهلي ما كانش عنده حلول كتير جدا خالص، انا كنت كده كمان في الشوط الاول هم كانوا بيلجأوا للانهاء الفردي. بس خلينا اعرف كمان اكتر من حضرتك، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم نستكمل تغطياتنا المستمره لمباراه الاهلي والبنك الاهلي اللي فاز اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 35-22، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والنهارده كان يوم اهلاوي صراحه يعني فريد، ثلاث مباريات نقلناهم على شاشه قناه النادي الاهلي، طايره ماتش طنطا فوزنا 3-0، ايضا كره السله فوزنا على سموحه بنتيجه فرق 24 نقطه، ايضا في كره اليد فوزنا على البنك الاهلي 35-22. يبدو ان هو يوم سعيد علينا كلنا، والحمد لله رب العالمين دايما انتصارات النادي الاهلي. كابتن يحيى ارجع لحضرتك، محتاجين اكتر تحليل فني عن المباراه، عايزين نتكلم في الدفاع، كنا بنلعب ايه الشوط الاول ولعبنا ايه الشوط الثاني، التغييرات، المراكز، الروتيشن اللي عمله كابتن طارق محروس. بصراحه الكابتن طارق عمل روتيشن هو كان عايز منه ان انا ادافع واجري بسرعه، يعني ان هو يستغل الدفاع المهاجمين بتوع البنك الاهلي، ان هم تعبوا طبعا، ان هم ما عندهمش تغييرات كتير، فهم عارفين اهلكوا مع قوه الدفاع بتاع الاهلي والجري بتاع الاهلي جدا، فهم استهلكوا كتير، فهو لعب على النقطه دي من اخر تلت ساعه من الشوط الثاني، فهو نزل معظمه شباب، نزل راضي، نزل نعمان، نزل فوكس، نزل لاشين، كان في كاستيلو، كان في ياسر، كل دولت منهم شباب، فده كان كابتن طارق عايز منها سرعه، ان انا ادافع واجري بسرعه، وده اللي حصل، احنا قطعنا حوالي 3-4 كور وقلنا بيهم فاست بريك. تخيل انت الشوط الاولاني احنا جرينا كام فاست بريك، والشوط الثاني كام فاست بريك؟ كام يعني الفاست بريك؟ احنا الشوط الثاني جرينا حوالي 9 فاست بريك، ده منهم اثنين اتصدوا، منهم اثنين اتصدوا طبعا، لو كانوا جم كان السكور يعني كمان هيزيد، كان في وقت بتاعت راضي وفي وقت بتاعت كاستيلو، غير كده اصلا انا كنت ممكن افتح كمان، ان بدايه المباراه احنا ضيعنا 3 اجوان، 2 فاست بريك ماشي، اللي هي بتاعت راضي صح ماشي، في واحده كانت بتاعه كاستيلو، وضربه الجزاء اللي هي بتاعه الجزيري بالشوط الثاني يعني، فلو كان كده كان ممكن يفرق كمان اكتر من 13-14 جون. فالكابتن طارق لعب الشوط الثاني على ان انا ادافع طبعا مع رجلين بسرعه، طبعا الاولاد دول شباب معظمهم، فدافعوا بقوه شويه مع حراسه مرمى طبعا حميد، وان هو يصد ويطلع فاست بريك، هو ده اللي نهى المباراه بسرعه، بدايه او نص الشوط الثاني هي انتهت اصلا، كمان مع عدم تغيير كتير للبنك الاهلي، ان هم تعبوا جدا، فالاهلي استغل حاجه زي كده. طبعا الهجوم بتاعنا كان بيميز بسرعه النهارده، كمان نعمان النهارده ظهر بشكل كويس جدا، نعمان النهارده ماتش حلو جدا، عمل ماتش كويس جدا وحسه خفيف يا كابتن، يعني نعمان حسيته انا فايق يعني النهارده، هو كان فايق بدايه الماتش، يعني تحس انه في الملعب فايق، خفيف، حركته سريعه، الرياكشن بتاعه في الملعب سريع، بيجري بسرعه. هو حتى اول تغيير على الكابتن طارق عملها في الشوط الاولاني هو كان نعمان بدل مصطفى خليل، نعم، فبدا الشوط الاولاني كان بقى نص الشوط الاولاني نعمان كويس جدا في الباك ليفت، في الشوط الثاني اداله الفرصه كمان ان هو يلعب، مع كمان نزول فوكس، طبعا احنا قلنا فوكس اللي لعب ماتش سبورت الماتش اللي فات ماتش كويس جدا، واداله الفرصه ان هو يلعب وينسجم مع الاولاد، وحط جول في وقت مهم جدا، لا النهارده كمان عملوا كوره كويسه جدا هو وراضي، اما جه نص الملعب كده وهو في الباك ليفت، ده من ورا ظهره كده خدها بين واحد واثنين، دي كانت لعبه بصراحه فوكس مميزه طبعا، دي كانت لعبه كويسه جدا، راضي طبعا خد كام كوره كويسه من وينج ليفت، وطبعا هو بيلعب سنتراف، بس كابتن طارق عشان هو عنده الميزه ان هو ممكن يريح سيسه،
في الوينج ليفت، وهو لعب واجات في الوينج ليفت. طبعا لاشين النهارده، بس ونجاتنا النهارده كويسين يا كابتن، ونجات طبعا النهارده كان سيسا اصلا في الفاست بريك او كاستيلو او نزول راضي كان كويس، حط اهداف كتير من على ونجات، حتى محسن يعني كابتن محسن ريح كاستيلو بنص الشوط الثاني وكده، ولعبوا في الوينج رايت، فكان اجات برده دخل كام كوره، 3 4 كور جابهم اجوان. طبعا دي كانت ميزه، الميزه طبعا النهارده ولازم اشيد بيه هو حميد، ان هو يسدد الكوره ونيجي فاست بريك، دي مهم جدا لما يكون وراك حارس مرمى قوي جدا وبيصد الكوره، انت لو عندك دفاع قوي وجون قوي خلاص مفيش حد يقدر يجيب جون. نص الفرقه يا كابتن، غير نص الفرقه هو كمان كان فايق النهارده كمان، دي ميزه جدا. الميزه ان هو كمان كل التصويبات الخارجيه من بره التسعة متر كان بيصدها. احنا بس انا عجبني حاجه يا كابتن، ان حميد اول ما بيصد الكوره بيمسك الكوره وعينه على المهاجمين، يعني هو مش بس بيصد وخلاص انا عملت اللي عليا، لا ده عايز ينقل الكوره كمان سريع. يعني شفنا حتى كوره جون جه من طول الملعب، شفنا الجون اللي فات ده لو تعيدوه لنا يا جماعه بعد اذن حضراتكم، يعني الكوره اهي وان باص، لسه بتكلم زي ما تكونوا سامعيني يا جماعه، لونج باص جون، وفي باصه قبليها برضو في الشوط الثاني بهدف، مش بس مش هدف هو طبعا مباشر. الجون لازم يكون عنده الرؤيه، اما يكون الجون عنده الرؤيه وهو اللي يبدا، اصل الجون عندنا مش هو مثلا عندنا في الكوره هيبدا من نص ملعب الكوره، لا الجون هو اللي ممكن يبدا الكوره، زي ما الكوره دي ما هو جاب جون من الجون للجون، لا هو بقى اللي يبدا بالهجمه، لدرجه ان في كوره عملها لسيسا في الشوط الاولاني وهم صد الكوره وهو لسه على ركبه وطلعها في السبليك. أيوة. مش اي جول يعمل كده، مش اي جول، مش اي جول، لازم يكون متدرب عليها كويس، عنده الثقه في نفسه، ورد فعل سريع، حاجه كويسه جدا. طبعا ان هو بيبدا الهجمه، ان هو يسد ويبدا الهجمه طبعا، واكيد الكابتن طارق قايل لهم ان السنتراف اللي ياخد الكوره او اي لاعب ياخد الكوره ياخدها وبيجري، فطبعا الهجمه بتبدا من الجول للاعيب اللي هو في نص الملعب، مش بيبدا يستلم على 9 متر. يعني احنا ما نقلقش يا كابتن حراسه المرمى بعد احتراف الطيار؟ بص الطيار لعيب مهم جدا جدا طبعًا. جدا طبعا، من احسن الاجوان في مصر اصلا، بس الاثنين برضو اللي موجودين عبد الرحمن طه او حميد هم اصلا برضو حراس لمنتخب مصر، ما اعتقدش ان الكابتن طارق برضو او النادي الاهلي هيفرط في عصام الطيار الا لما يكون عنده ثقه في اصلا عبد الرحمن طه او حميد، الاثنين بصراحه اجوان كويسه جدا. الطيار مش بعيد، الطيار ياخد خبرات ويرجع لنا ان شاء الله. اكيد طبعا، ودي هي ميزه برضو ان الطيار يطلع ويشوف ويجرب والحاجات كلها، وان شاء الله كده هو ابن من ابناء الاهلي، فلازم هيرجع للنادي الاهلي تاني. صحيح ماشي، هو قال كده، هو عبد الرحمن طه كمان او حميد اجوان كويسه جدا، الكابتن طارق يثق فيهم هما الاثنين. معلش عبد الرحمن طه مواليد 98، حميد مواليد 2000، لسه صغيرين بس اكتسبوا الخبرات من المدرب ان هو يديهم. حميد بيقول خمس سنين بيلعب مع الدرجه الاولى في سن صغير، هو طالع بقاله 3 سنين، هو طالع المفروض بقاله سنه، المفروض كسنه رسمي اللي هو طالع، بس هو كان بيلعب مع الدرجه الاولى، كان بيصعد من فريق الشباب للدرجه الاولى، فدي ادت له خبرات، مع كمان 6 شهور اللي هو طلعهم بره عاره بره في اوروبا ولعب برده، اديته ثقه معاه راح المجر تقريبا يا كابتن بالظبط، غير كمان ان هو بيلعب مع المنتخب الاول اصلا الدرجه الاولى، طبعا ده بيفرق معاه، يديله الثقه كمان على سنه صغير طبعا اكيد. طبعا معاك ان الكابتن طارق يدي الثقه، يعني يفرط في مثلا في يعني محمد عصام طه ويسمح له ان هو يسافر ويكون عنده جونين مع عبد الرحمن طه او انا عندي انا كشخصيا كيحيى بثق في الجون دول طبعا، بثق واحنا كلنا بنثق فيهم الحقيقه، والنهارده كان اكبر دليل، النهارده حميد ما شاء الله عليه حالته حلوه والماتش اللي فات كان طه ماتش ما يفرقش حاله حميد خالص، هما الاثنين بنفس المستوى نفس هو الكابتن طارق لعب شوط الماتش سبورتنج كده، كان عبد الرحمن طه كان كويس في الماتش، فخليه كمل بدل انت كويس خليه كمل، هو مفيش مشكله ومفيش اي، انت شفت النهارده على الخط عبد الرحمن طه رايح لحميد بيشجعه، مفيش مشكله دي بقى عندك النهارده عندي بكره، دي اسمها الروح اللي احنا بنطلب اللعيبه كلها ان شاء الله ان هي تبقى على روح واحده، ان احنا لسه الدوله يا جماعه بدري، عندنا ماتش مهم، ماتشين مهمين جدا في نهايه الدور الاولاني، اسكان الجيش واسكان الزمالك يكسبوا ان شاء الله، الدنيا تبقى كويسه جدا، حتى الدور الثاني يكسب كل الماتشات، انا عندي ثقه طبعا في الجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله هنقدر نكسب المباريات دي، وكمان نبقى داخلين دوري المجمع ان شاء الله اول المجموعه ان شاء الله ان شاء الله. ويبقى يعني الدفاع محتاج شغل يا كابتن، الدفاع انا شايف الفرقه دي بامانه لو اتطور دفاعها بس 10 20% على الهجوم القوي بتاعنا الحقيقه يا كابتن، حتى في الماتشات اللي خسرناها كلها يعني، حتى الماتشات اللي احنا ما كناش متوفقين فيها احنا هجوما قويين يعني، قصدي اقول عندنا حلول يعني، عندنا في لعيبه في لعيبه عندها حلول، الله ينور عليك، هي دي اللي بتفرق، يعني كان الجزيري مثلا مش ولا الاسلام ولا فوكس ولا في لعيبه عندها حلول كتير، بس بقلق امتى لما يجي فيها جون، انا لو وقفت الجون اللي بيجي فيا على مين المنافس، الزمالك بنحط فيه سكور طبعا، اي فرقه في الدنيا في العالم عندك جون كويس قوي عندك دفاع كويس هتكسب، هتكسب خلاص بالزبط. يعني انت لو عندك دفاع قوي يعني هي مثلا الدنمارك بتكسب بدفاع في الاول قبل هجومها، يعني انا دلوقتي اتمنى ان شاء الله ان موضوع الدفاع عندنا في نص الملعب يتظبط شويه، لازم موضوع ان اللعيبه يثبت اللعيب اللي جاي له اصلا يقابله، لازم يثبت ايديه اللي فيها الكوره ما يطلعلوش من غير
لما يثبت الكوره، ان الكوره دايما شغاله، الكوره دايما شغاله دي يعني انا كلاعب بتعب من النزول والطلوع بالحاجات دي، يبقى انا بالنسبه لي لازم اثبت اللعيب، لازم العب على الايد المصوبه، ما ينفعش ان انا اطلع امسك وسطه وساب ايديه اللي هي تبقى حره تشوت او تباصي او تسقط للفريق. طب عندنا مفاجاه كابتن يحيى في السله بقى، معلش اخد حضرتك كده بسرعه السله. النهارده الجزيره بيلعب الاتحاد. احنا الجزيره فوزنا عليهم فرق 28 بونت المباراه اللي فاتت في سكور كبير. النهارده الجزيره كسب الاتحاد، الجزيره كسب الاتحاد، فاحنا كده في صداره الدوري. بس يبقى مباراتنا مع الاتحاد الخميس اللي جاي. لازم نكسبها عشان نحافظ على الصداره. يوم انا اسف الجمعه انا اسف حقوقوا عليا معلش يعني اعذروني، يعني الواحد بيتابع الماتشات كلها ربنا يخليكم ليا، يعني دايما تردوني كده لما يبقى فيه معلومه. بس هي الفكره كلها ايه؟ انه 80 70 النهارده مفاجاه، الجزيره خارج من هيفي سكور رايح بيلعب الاتحاد ويكسب، فطبعا دي كانت بالنسبه لنا مفاجاه. بس يبقى برضه هو دوري الباسكت بصراحه فيه متعه، ان انت عندك ست فرق، عندك يعني فرق بتضرب في بعض. يعني مثلا عايز اقول لك ست فرق وزادت عليهم مصيره الاتصالات السنه دي، المصيره النهارده ضربه الاتحاد رايح جاي موسم هايل. بصراحه الباسكت يعني ايه الموضوع ماشي كويس. بتمنى طبعا الماتش اللي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله مع الاتحاد ان شاء الله يفوز عليهم ويبقى انت اول مجموعه، فانت اكيد لان انت اول الترتيب هتلاعب تامن، فدي بالنسبه لك ادفانتج اللي انت يبقى انت بتلاعب الفرقه التامن اللي هو اعتقد ممكن تبقى سموحه اللي انت لعبتها النهارده وكسبت الفرق سكور. تمام يعني. طيب خلينا نروح النهارده لقطه لطيفه حصلت، لقطه لطيفه. خلينا احكي القصه للساده المشاهدين. انتوا عارفين طبعا انه احمد مهيب كان صاحب القاضيه في ماتش الزمالك، يعني الماتش اللي فات احنا بقى زي مصطلح او حاجه طريفه يعني. فاحمد مهيب حط 3 بونت في البازر وقدرنا نكسب. نفس الكلام كان قفشه، طبعا هو صاحب الاصل يعني المقوله او القاضيه، هو يعني حقوق الملكيه والفكريه زي ما بيقولوا لقفشه. فالنهارده حصل حاجه طريفه، الصوره اهي، حصل حاجه طريفه بدون ترتيب ما بين الاثنين نجوم النادي الاهلي. اتقابلوا النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بدلوا التيشيرتات زي ما حضراتكم شايفين. مهيب بيلبس 14 تيشيرته مع كابتن قفشه، وكابتن قفشه تيشيرته رقم 19 مع احمد مهيب. فهم الاثنين تواصلوا مع بعض وعملوا اللقطه دي، وان هم بدلوا التيشيرت. طب انا بجيب اللقطه دي ليه؟ عشان اوريكم ان النادي الاهلي كله اسره واحده، كله منظومه واحده. كره القدم مش بعيده، انتوا يعني الجمهور شايف كره القدم. شفنا من فتره برضو كهربا كان مع عمرو الجندي وهاب امين، شفنا من فتره قبليها كمان في الجيم لما شفنا بيج رامي كان مع مجموعه الطايره وعبد الله عبد السلام وعمر طارق وكانوا بيتمرنوا في الجيم. فتلاقي تحس ان الاهلي اسره كبيره جدا وكله بيتابع بعضه، هتلاقي الكره متابعه السله والسله متابعه الكره. فالجمهور شايف الكره هي طبعا العشقه يعني المستديره، ولكن زي ما حضراتكم شايفين في تواصل. لقطه طريفه النهارده اتعملت، قلنا برضو نعرضها لحضراتكم. نتمنى طبعا التوفيق لفرق النادي كلها. يمكن احمد مهيب قال كلمه حلوه وده بينت قد ايه فكر النادي الاهلي. قال لك انا كسبنا ماتش بس كابتن قفشه او قفشه كسبنا بطوله، فبيقول انا ان شاء الله نفسي اعمل دي ونكسب بطوله. فاذا النادي الاهلي دايما ما بيعترفش بالماتشات، بيعترف بالبطولات، بيعترف بالاداء، ما بيعترفش بالاداء يعني اداء من غير البطوله، لا اداء وبطوله. ويمكن دي كانت لقطه حبينا نجيبها لحضراتكم، كانت مليانه او ماليه السوشيال ميديا فحبينا نعرضها لحضراتكم. كابتن يحيى انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني ومتعتني الحقيقه بتحليلاتك وتسجيلاتك، وهناخد الورق ده بعد حضرتك تمشي يا كابتن. ايوه ربنا يخليك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين كان يوم جميل، انا استمتعت بيه جدا جدا وبستمتع اكتر من المكسب الحقيقه، وكل فريق العمل بالرغم من يوم طويل ولكن مستمتعين جدا جدا بهذا اليوم. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا وتابعوا القناه عشان تعرفوا جولاتنا الجديده من استوديو الابطال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.